لعبنا على المرتدات وين سجلنا الهدف الاول. في الشوط الثاني مدينا تعليمات اللاعبين بتركيز الى اخر دقيقه. ما يخفاكش ان المباراه اللي كانت قبل هذه المباراه اللي كانت امام بوفاريك سجلنا في الدقيقه 96، وهذه كما يقول قوه الفريق، بينت الفريق على القوه الذهنيه اللي كانت حاضره حتى اليوم. كانت مباراه اليوم وين كنا رغم انه سجلنا الهدف الثاني المنافس عاد في النتيجه، وين احنا عرفنا كيفاش كما يقول لك نديروا الماتش جيسكا لا ديرنيير مينيت، والحمد لله ونظن انه فوز مستحق. هزيمه مره ما كناش نسحقوها، باسكو حتى فريق تاع تموشنت ما درش حاجه كبيره باش يدير 3 بوان. خسرنا سي ديزير انديفيديال، عندنا ايكيب جان، لا بريسيون راهي زايده عليها بزاف، ما نجموش كيما يقاوموا، الله غالب هذه هي النتيجه. تنجم تكون تنجم يكون الغياب تاع محمد سعد اثر، نجم يكون الضغط ثاني راه سلبي على اللاعبين. ما تنساش باللي احنا اللاعبين عندنا لا موين داج، عندنا 22 23، ضغط كبير راه هنا في الملعب، ما ينجموش بهذا الوريت ما ينجموش يخشوا كماتش.